على حدود 18 المنتخب المصري، خطر جدا داخل المنطقه، بتلعب الكوره في منتهى الخطوره، هدف التعادل، هدف التعادل للمنتخب اللبناني. ما تخوفنا منه حدث اللاعب البديل اللي نزل اكرم المغربي، يتعادل المنتخب اللبناني. بقول لحضراتكم المباراتين السابقتين المنتخب المصري هو اللي بيبادر بالتهديف، في لقاء السودان في الشوط الاول يتعادل السودان في الشوط الثاني، في لقاء العراق تقدم في الشوط الاول صالح جمعه وتعادل وتقدم المنتخب العراقي في الشوط الثاني. هذه المره دي والمساحه الفاضيه بالمناسبه لو شفتوا حضراتكم هتلاقوا نفس اللعبه دي في مباراه السودان، لكن الفرق ان اللاعب حسن المحمد اللي العبها لبره لاكرم المغربي سدد بشكل مباشر على مرمى علي لطفي. المره دي حسن المحمد اللي واخد الجهه اليسرى ما طمعش فيها ولعبها للمتقدم المندفع اكرم